السلام عليكم أخي المقاتل. ترددت إشاعات وأنباء كثيرة عن انسحاب الجيش الحر من داخل المعهد الصناعي في مدينة دير الزور. نترك لك توضيح هذا الأمر. الحمد لله وفضل رب العالمين نحن متواجدين في المعهد الصناعي وبإذن الله محرر بالكامل يعني ولا صح للكلام هذا كله مو مزبوط لأنه إحنا كلنا وبفضل أبطال الجيش الحر المتواجدين. الأبطال متواجدين داخل المعهد الصناعي. الصناعي بإذن الله. عملية تحرير المعهد الصناعي تمت بشكل فردي أو كتيبة أو اثنان أو كل الجيش الحر متواجد داخل المدينة؟ الحمد لله بفضل رب العالمين الكل إيد واحدة الحمد لله وعلى قلب واحد والحمد لله إن شاء الله نؤكد بتحرير حي الصناعة بالكامل بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا أوجه الشكر لهؤلاء الأبطال الذين قاوموا ونترحم على شهداء الأبطال الذين استشهدوا في هذه المعركة لتحرير المعهد الصناعي.